ترعه زمام حوض البحريه، ترعه البحريه في نفس بابات جنب الناس وجنب مع اخواتي ولاد عمي والفلاحين، بقالنا 3 ايام مش عارفين نروي الارض. 50 فدان زي 50 فدان، بنجر وبرسيم وقمح. معاناة يعني حضرتك، الناس كل اللي على الترعه بيباتوا طول وحضرتك الليل. معايا كده استاذ عزيز بيكلم الان وكيل وزاره الري بمحافظه كفر الشيخ، خليك معايا علشان احنا عايزين نسمع منه برضه. انا عارف حضرتك لو تسامح رقم حضرتك ورقم وكيل الوزاره بتاع الري كفر الشيخ. لا الارقام متوفره نديها لك، ما فيهاش اي مشكله. يا ريت يا استاذ سامح، انا لكن كلمت حضرتك قبل كده والاعداد كلمني ومحدش رد عليا خالص. والله العظيم يا استاذ سامح، العماله عندنا 4 ايام والبطاله 10 ايام او 8 ايام، محدش هنا خالص. انت عندي انا عندنا في ترعه رئيسيه، الترعه الرئيسيه دي زمان حوالي عن 500 فدان او 600 فدان، معاناه لغايه اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها دي. معاناه الناس، وبتقول لك الناس بتقول بنكره مصر ليه؟ يعني انا عايز اسال سؤال، هي لا بص يعني عايزين نحدد مشكلتنا، هنربط ان احنا بنكره مصر ليه والكلام، انا هو في حياه من غير مشاكل؟ الناس اللي حضرتك بتقول، انا نفسي بقعد اقول لهم لا يعني هو مفيش، بص مفيش حياه من غير مشاكل ومفيش انتاج من غير مشاكل وصعوبات، بس مش دايما يا استاذ. انما انت راجل متعلم وبتقول لي انا بروح ابات جنب ارضي علشان استنى الري بتاعي، ده انت عارف معناه ايه وقيمته ايه؟ انت مولود في الارض دي وفاهم يعني ايه قيمتها، والارض دي كانت تمام. سبب خير وسبب في تعليمك وفي في المكانه اللي انت بتتكلم عنها، المكانه العلميه المرموقه دي، فلازم نبقى عارفين كويس جدا قيمه الوطن. يعني ايه وطن؟ مش معنى ان انا عندي مشكله هتكرهني في الوطن، عندي مشكله في الري هكره الوطن، عندي مشكله في كيلو سكر هقول اصل انا عندي ازمه، عندي مشكله في اي يعني، لازم ان احنا نبقى فاهمين ان وطننا ده غالي جدا مهما حصل. لا احنا ما نقدرش نستغنى عن حبنا لبلدنا، لان هو ده مصدر الحياه، مصدر حياتنا كلنا، وعقيد وهي عقيده جوه المواطن المصري. انا نفسي بقعد اقول لهم معلش يا جماعه استحملوا اصبروا ان شاء الله هتبقى كويس والامور دي هتتحسن، لكن هم عايزين اللي قدامهم دلوقتي. الترعه عندك يعني انا عايز اسال سؤال، الترعه عندك هي الميه اللي واصله لها ضعيفه؟ الميه اللي فيها كميات الترعه الرئيسيه اللي بتدينا اصلا دي ضعيفه. دي ضعيفة، هي في تعديات عليها ولا محتاجة تطهير ولا ايه مشكلتها؟ اي تعديات، كل اللي محتاج تطهير يا استاذ. تطهير بس. ترعة زمام حوض، ترعة زمام حوض البحرية، انا كتبت التفاصيل كلها. ترعة البحرية هي بتاخد دي مغرور. طيب. ده مجرور، المجرور ده حضرتك عليه حوالي عن 600 فدان. انت بتقول للفلاحين عندنا كانوا بيلموا فلوس ويجيبوا الكراكه الطاهر. احنا كنا بقينا يا فندم. ايوه ليه بطلوا يعملوا كده؟ ما هو المفروض ان الترع الفرعيه دي تطهيرها على الجمعيه، والجمعيه بتاخد منكم فلوس. مفيش خالص، كانوا زمان في التسعينات الكلام ده. طب فين مدير الجمعيه؟ سؤال بس، مش انت بتصرف اسمده؟ طب انا بتناقش معاك، انا بسالك سؤال. مهندس مين اللي معانا؟ خليك معايا يا حاج. ايوه خليك معايا. ماشي اتفضل. مين اللي معانا يا جماعه؟ معايا المهندس سعيد هميسه وكيل وزاره الري محافظه كفر الشيخ، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، تحت امرك. انا يعني بطلب من حضرتك طلب زي ما تعودنا ان انت بتقف جنب الناس وبتحل لهم مشاكلهم. انا الحاج احمد بيكلمني، او هو يعني نقدر نقول من الشباب اللي بيحب بلده وبيحب ارضه. عندهم ترعه البحريه اللي هي تبع بحر بيله، محتاجة كراكة بحريه. يا فندم اللي هي في الزمام ترعة البحريه احنا ما عندناش ترعة اسمها البحريه، في طيب. بحر بيه بس جايز دي مسه خصوصيه. طيب تحت امر حضرتك. ممكن حضرتك نسمع المشكله منه مع بعض؟ تحت امر. هو معايا، اتفضل يا حاج احمد قولها تاني بسرعه للمهندس سعيد هميس. حاضر حضرتك، ترعة البحرية يا فندم ديت ما بيجيلهاش تطهير خالص من تحت الأراضي ولا الجمعيات الزراعية، احنا كنا بنجمع من بعضنا من الفلاحين ونجيب بكراكة خاصة بتطهر الترعة دي. حضرتك دلوقتي بقالي حوالي عام سنة أو 6 شهور أو 7 شهور ما جالهاش خالص. يا أستاذ أحمد دقيقة واحدة، قول لي العنوان فين، المكان فين بالظبط عشان المهندس. مدينه بيلا. مدينه بيلا ترعه يعني البحريه مدينه بيلا. ما هو الاداره موجوده واحنا موجودين ومكاتبنا مفتوحه 24. طب انا هقول لحضرتك على فندم يا باشمهندس سعيد. يا باشمهندس سعيد انا عارف حضرتك في اي وقت موجودين والاداره موجوده، بس احنا بلغناهم في الاداره المشكله دي من 10 ايام، احنا محتاجين بس. مفيش حد بيهتم. اعرفها بس حضرتك، انا ما سمعتش ولا حاجه خالص. ايوه ممكن يا استاذ احمد تديني فرصه بس اتكلم مع المهندس سعيد. يا باشمهندس احنا عارفين ان فعلا المهندسين الري موجودين والاداره موجوده وانتم ما بتتاخروش عن حد، بس في بعض اماكن الناس بيبقى عندها صعوبه في التواصل، ما يعرفوش مكانكم، ما تعودوش ان حد بيسمع لهم زي ما بنشوف دلوقتي،
فانا هستاذن حضرتك، هدي رقمك للاستاذ احمد هيكلمك بعد الهوا يقول لك المكان فين بالظبط وايه اللي احنا محتاجينه، وانا عارف ان حضرتك مش هتتاخر عنه. يا فندم في اي وقت يتصل تحت امرك، تليفون ما بيتقفلش 24 ساعه. انا عارف أوبر. انا عارف يا باشمهندس، هدي له رقمك وهيكلمك بعد الهوا على طول. تمام، تحت امرك في اي وقت. لا انا بشكرك المهندس سعيد هميسه، بشكرك وكيل وزاره الري محافظه كفر الشيخ، وبشكر الاستاذ احمد من كفر الشيخ بيتكلمنا على مشكله الري وتطهير محتاجينه في ترعه زمام حوض البحريه التابعه لبحر بيله. اذا كانت مسأة خصوصيه يبقى دي